اخدكم بقى الموضوع تاني برضو مهم، وهو استرداد الاثار المصريه المهربه. وده برضو من الملفات اللي الدوله مهتمه بيها طول الوقت. شفنا ازاي انه كل شويه نشوف اعلان عن قطعه اثريه موجوده في مكان مش موجوده عندنا في سجلاتنا، بتظهر فجاه مثلا في مزاد، في متحف، وهكذا. بايه الجهود ان احنا نسترد هذه القطع الاثريه المصريه اللي بيتم استخدامها؟ شفنا خلال الفتره اللي فاتت كان في وفد سافر لسويسرا، وفد من وزاره السياحه المصريه، وكان هذا الوفد يعني غرضه عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديره الاداره المعنيه بالنقل الدولي للممتلكات الثقافيه بمكتب الثقافه الفيدرالي. طب ده معناه ايه او ايه نتيجته؟ خلونا نفهم اكتر من أستاذ شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة. أستاذ شعبان، أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ وزارة الآثار. أهلا وسهلا يا فندم، على مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. خليني أبدأ مع حضرتك من هذا الاجتماع اللي كان في سويسرا، نتيجته كانت إيه؟ طبعا في الحقيقة مصر بتبذل زي ما حضرتك، وأنا أثني على المقدمة اللي حضرتك قدمتيها عن الموضوع، مصر بتقوم بجهود كبيرة جدا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والعمل على استرداد ما تم تهريبه من الآثار المصرية خلال أكثر من قرنين من الزمان. وده الحمد لله نتج عنه نجاح مصر في استرداد الكثير والكثير من القطع الأثرية، لعل أهمها استرداد 115 قطعة من فرنسا في العام الماضي، و5000 قطعة في يناير الماضي من أمريكا وغيرها، مما وصلت حصيلته الى اكثر من 29,000 قطعه اثريه في الفتره الاخيره. نتيجه الاجتماع، احنا طبعا سويسرا من الدول العابره للاثار المصريه، وهي دوله ممر للاثار المصريه منها الى الاتحاد الاوروبي والى الولايات المتحده الامريكيه، وكان مصر موقعه اتفاقيه تعاون في مجال مكافحه تهريب الممتلكات الثقافيه بين مصر وسويسرا في عام 2010. من فترة للتانية بنذهب إلى السلطات السويسرية عشان نجدد كل ما يتم رصده من خلال قطع أثرية مصرية، أو نحرك عجلة استرداد الآثار. يعني ده اجتماعي يعني شبه دوري. شبه دوري، بس ده جاء في الفترة الأخيرة، يمكن بعد فترة كورونا وكان الوضع توقف شوية، فإحنا حركنا الموضوعات والحمد لله نتج عنه السبع قطع اللي تم استردادهم، وإن شاء الله يكون في القريب العاجل استرداد أكثر من قطع أثرية من سويسرا بإذن الله. إزاي بيحصل الحصر للقطع الأثرية؟ يعني هل إحنا بنبقى عارفين إيه القطع اللي مش موجودة، ولا بنكتشف إنه في قطع ما كانتش متسجلة عندنا وبيتم عرضها بره؟ في الحقيقة طبعا احنا عندنا على يعني مسارين، المسار الأول القطع الموجودة اوريدي في مصر وكانت موجودة في مصر ومسجلة وتم نشرها علميا، ودي وفقدت سواء كان عن عمليات سرقة أو أي عملية أخرى تمت من خلالها، ودي لها ملف بنشتغل عليه. ثم كمان ان مصر تعرضت لفترة طويلة من عمليات الحفر غير الشرعي في المواقع الأثرية، وده اللي نتج عنه مجموعة من القطع الأثرية بنعرفها بس لما تبدأ ظهورها في الأسواق العالمية أو في المتاحف وهكذا. هل في قطع بيكون صعب استردادها؟ القطع اللي صعب استردادها من وجهة نظري هي القطع اللي خرجت من مصر بطريقة شرعية، يعني عن طريق القوانين اللي كانت بتسمح بكده، سواء كانت تجارة الآثار أو كان عن عمليات الإهداء اللي تمت قبل صدور قرار الآثار. يعني زي مجموعة مثلا من المسلات اللي احنا بنشوفها في الميادين العامة الأوروبية. تمام، ولكن احنا ما بنفقدش الامل ابدا في اي قطع اثريه خرجت من مصر، احنا بنشتغل على اكثر من مسار لعوده اي قطع اثريه خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه، والعمل على استردادها الى ارض مصر. طيب احنا دلوقتي حضراتكم طبعا بتعملوا على الحصر ده طول الوقت، الفتره اللي جايه ايه القطع الاثريه اللي حضراتكم بتحاولوا استردادها؟ طبعا انا اسمحي لي مش هقدر طبعا اقول على القطع ايه، لان احنا بنشتغل. لا انا مش عايزه أنا تفصيل. لا انا بس هقول لحضرتك ان احنا بنشتغل على اكثر من ملف في اكثر من اتجاه واكثر من دوله، ولكن احنا السياسه اللي متبعينها في عملنا مع كافه الجهات المصريه ان احنا لا يتم الاعلان عن اي قضيه الا ان يتم استرداد القطع وعودتها الى ارض مصر حفاظا على سريه الاجراءات. بشكر حضرتك أستاذ شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، ملف تاني مهم جدا الدولة المصرية مهتمة بيه.